قناة السويس حديث الساعة والولاعة. الصبح لقيت تليفون الساعة 6:30 تليفون المشرف كان سيادة الرئيس اللي بيتكلم. قال لي أنا ما نمتش. قلت له عشان الفكرة؟ قال لي قلت له قبل التنفيذ من بكرة الصبح. بس سعادتك من بكرة الصبح؟ إيه؟ من بكرة الصبح الساعة 1 ظهرا بالليل 11 كده. 68 مليار دول كان ممكن يتدبروا من الدولة، لكن احنا دخلنا الرأي العام معانا عشان نعمل حالة مصرية. فلوسك شغلتها وخسرت معايا. وعلى نهاية 23 هيكون العائدات ضعف تقريبا عائدات 2015 اللي احفظنا فيها قناة السويس. وافق مجلس النواب على تعديل قانون هيئة قناة السويس، والذي يسمح لها بإنشاء صندوق خاص يعمل على تطوير مرافقها وتنمية مواردها. اطلع برا اطلع برا.